جزيلا للجند. منها العاجل ومنها المهم ومنها الخطير عزم سجن وحرام. لا 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 صرخة من أطفال غزة نرسلها مدوية لكل إنسان يحيا على قيم العدالة والأخلاق. أيها العالم، هل أتاكم الخبر؟ وهل طالعتم آخر ما توصلت إليه الأقلية الدموية العنصرية الصهيونية؟ بالأمس القريب يعتقل زميلنا الطفل أحمد مناصرة، وكان عمره وقتها 12 عاماً. اعتقلوه بعد أن أطلقوا عليه النار وتركوه ينزف قبل أن يخضعوه للتحقيق والتعنيف للإدلاء باعترافات. إننا أطفال غزة نقولها وبصوت عال إن مرور هذا الحكم بحق زميلنا أحمد مناصرة يعد بمثابة وصمة عار ستلاحق كل الصامتين والذين تأخروا في القيام بدورهم. ونحن واثقون من حريتك يا أحمد. الفجر قريب والفرج يلوح في الأفق، ورغم طفولتنا إلا أن قناعتنا تترسخ في أن حقنا في أرضنا وفي مقدساتنا وفي الحرية لن يحميه أحد سوى القوة. هل يستحق أحمد هذا الحكم؟ بل هل يستحق أصلاً هذه التهمة؟ يا سيادة المفوض السامي، أين أنت؟ لما أنت هنا؟ أرنا وجهك، أسمعنا صوتك. هل هو صوت العاجز الحائر؟ أم صمت المتردد الخائف؟ أم صمت المتواطئ المشارك في الجرم؟ يا جامعتنا العربية، هل سمعتم بطفولتنا المهدرة المصادرة؟ من آجي أني أنا أتكلم قدام السامي البريطاني. مين هو السامي البريطاني؟ لا، ما بيستجديهم، بس إحنا بنعمل معاها بخير لما إحنا بنذكرهم.